الربابة نفس الكلام، هي يعني الجد للآلات الوترية أصلا، اللي هي منها الكمانجا والتشيلو والكونتراباس، هي الربابة. وهي هتلاقي برضو ليها رسومات على جدران المعابد بشكل مختلف شوية، فضل شكلها يتحور لحد لما وصلت للشكل ده، وبعدين تحور منها بعد كده جميع الآلات الوترية. طبعا آلتين بالنسبة لي لوغاريتمات، يعني حاولت طول عمري من وانا قد كده في العيد اني اعرف اعزف على الربابة زي الراجل او الناس ولا الهوى. خلونا نبدأ الاول بالعزف، اوكي نسمع ايه؟ طيب، انا هعزف تراك كلاسيك، بما اننا بنتكلم بقى عن الموسيقى الاوركستراليه والكلاسيكيه فهعزف تراك افي ماريا لشارل جونو. يلا بينا. الامر ابعد حتى من التسقيف. انا بتكلم جد، انتوا مش متخيلين يا جماعه، والله والله ورحمه ابويا انا بحب الموسيقى حب وسعادتي بيكم بالغه. انتوا عارفين يعني ان واحد بيشتغل مذيع بقاله 23 سنه النهارده، وجزء من احلامه ان في يوم من الايام يستضيف العازفين والموسيقيين باعتبارهم نجوم مطلوبين من المشاهد. 23 سنه وانا مستني اليوم ده، ده بجد والله. والله 23 سنه مستني لحظه زي كده.